تغدو في مصر وطوابع الأسر والمجتمع. طيب كنت أعمل في صفوف الجيش العقائدي، أتوقع أنه سلوكي اللي كنت بادع عليه سلوكية القائد الخالد الله يرحمه اللي علمنا إياها اللي أخذناها من مدرسة الحب، تآخي بالوطن، تضحية لسبيل الوطن. هذا الشيء أنا انقلته لأولادي السبق، وأكبر مثال على ذلك استشهاد عمار، عمار الولد الأكبر عندي، تزوج وعنده 4 أولاد. وقت اللي ناداه الواجب كان ببيته، ما كان بخدمته أو بنظامه. جاه تليفون نحن عندنا مداهمة، أحد أوكار الإخوان المسلمين أو المجرمين بلا حرج. فطلب من زملائه اللي حكوا معه إنه ما يطلعوا على 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 المهمة قبل ما يوصل عليه. ابنه كان عمره شيء 8 شهور موجود وعم يتمشى فيه هون السنة، قام اخذ ابنه على الارض صح لزوجته قال له شيل الصغير انا جاي. قلت له وين رايح؟ قال له مشوار وراجع. اذا سال ابي قل له هيدو راجع مع عمار طويل، وراح ما رجع. بالعادة إذا كان وين ما كنت بالدنيا ما كان يتواجد بس من وجد عمار. أنا ما بعتقد رمي في كل الجبل شب كان متعلق بأبوه. سألت عنه قالت لي نزل وهلا بيرجع. ساعة 2 بالليل عم يخبرني عمار مصاب. ركبت سيارتي ونزلت، فلت على المشفى، سألت قال والله نقلوه من المشفى العسكري على طول. تأكدت وقتها استشهد. تتحلحل كل ما تشتدي، من تكبر تصغر وتعدي. أعتم غيمة أعتم غيمة تنور الجو، بقلب العتمة يفج الضو. اشتدي اشتدي تحزم يوم يجد الجد، مو للعشرة تعد وتحسب، للواحد لا تقبل عد. اسكت خلي رصاص تراوي الصمت يترجم أبلغ رد، أو مو تبدر بالحرية أو بالغصب اجتاز الحد. الدنيا الدنيا وحدة من ثنتين، الدنيا ظالم أو مظلوم، الدنيا غالب أو مغلوب، الدنيا آكل أو مأكول. الحق اللي ما يحميه سلاح، مركب ماشي بلا ملاح، تايه بين هبوب الريح، غربة ومجهول وتشليح. اتحيرنا وكبرت حيرتنا، يا أما أسكت عظيم وأفتح للأعداء أبوابي، وأعترف بجهل القانون وجهل الأعراف الدولية وجهل حسابي، ونسامحهم على اللي راح وعلي تخطط إنه يروح، واركع اتبرع بثيابي، يا اما نفهمهم ان ما نركع الا لله. انا بكل تسليم ورضا وقبول الامر بتوقع من زمان. انا ما انا اللي بحكي عن عمار شو ساوى وشو اشتغل من الاحداث ورفقاته بيحضروني. سالتهم باخلاص عمار شو ساوى وشي اللي قدمه. قال عمار نحن وصلنا على موقع الحادث، دخل على الأعصاب الموجودة في البناء، جاب 2 منهم بسلاحهم، حطوا الجوامع بإيديهم ودخلهم، حطهم بالسيارة وطلع بالسيارة وبده يمشي. الدليل صرخ من جوا
أمان أنا صرخ بالسيارة قال له وقف، قال له لا تنزل كمين، قال له لا توقف كلاب ما تنبح أنا ما بصير روح ونزل على جوا. هذا اللي نقل لي عن الحادث يعني في مكانه. طبعاً الحكي نقل عن زملائه اللي كانوا معه. أنا اللي ريحني عمار ما راح رخيص، عمار كان رجل بمعنى الكلمة، تشهد له المنطقة بأكملها يعني برجولته بأدبه بأخلاقه بتفانيه بعمله بصدقه بكل شيء. أنا اللي بيعزيني بعمار أولاده، اللي بيعزيني أكثر زوجته الإنسان الطيب اللي شغلت مكان الأب والأم والأولاد. الإنسان اللي قدمت أخ شهيد كمان زوجة قطعت من أب ومن أم ومن كل شيء، يعزيني كتير وجودها بين أولادها يعني. والحقيقة فعلا شو ما وصفتها الإنساني أنا عايز أعطيها حقها. أنا زوجة الشهيد عمار كمال سلمان وأخت الشهيد عمار مني عالم. زوجي كان بطل، عشت أنا وياه حياة سعيدة كتير، كان العالم يحسدون كتير عايشتنا، كنا متفاهمين كتير، كان يحب أولاده كتير، كان عنده حنية أنا ما كنت أقدر أعطيها لأولادي. حتى باللحظة الآخر لحظة راح فيها كان عم بيلعبهم تركهم راح. هيك القدر حرمهم منه وحرمني أنا كمان. بس في شغلات كتير بحياتي إنه مستحيل إني أنساها. عمار عايش معي كل لحظة، صح ما أنا موجود كشكل معي، بس والله حتى إنه شغلي بالبيت لما شغلي بتصعب علي انه عمار ساعدني بلاقيه وجد وساعدني. اي شغلات خاصه انه لما بحكيها لحدا ما بيصدقها، بس على جد انه هيك بتصير معي. فهيك عايشه انا وياه، جوز ما حدا شايفه بس انا شايفته بقلبي. كان عمار عنده روح حماسيه كثير، يندفع حتى الامر ما له مطلوب منه، كان عنده غيره كبيره على هالوطن. كان إذا سمع في اشتباك بأي محل يروح بلا ما ينطلب منه. حتى مرة راح على قطاع ما له قطاع، عرف إنه رفقاته هنيك، راح لعنده المؤازرة، قامت اجته شظايا بإجره بإيده بعند عينه. فقلت له شو أخذت لهنيك؟ قال لي رفقاتي هنيك، روحي مانا أغلى من روحه. فقلت له أولادك عندك 4 أولاد مانك سائل فيهم لمين بدك تتركهم؟ قال لا ولا يهمك، أنا موصى أبوي فيهم. ضل بقول له إذا صار لي شيء شو بدي وصي كبيري حابب أولادي. بيقول له إيه بدي روح، ما رح ماني مطول، بس لتخبر على رحاب، رحاب ما بتتحمل. الحمد لله رب العالمين. آخر يوم كان هو استراحة بالبيت، ما كان بدوامه، كان قبل بيوم منام. ثاني يوم كان استراحة، فأجا بكير قلت له منقضي اليوم لكاين مع بعض ومع هالولاد إلهم زمان ما شافوك. قام قال لي كنا قاعدين على البرندة، جاء تليفون للأمن السياسي قالوا له في عنا مداهمة ببرج السلام، ما فينا نروح لحالنا، أنت منعرفك أبضاي بتروح معنا؟ قال لهم أنا جاهز هيك بالحرف. أشرت له إنه لا، إنه اليوم بدنا نكسبك معنا. قال لا أنت ما بتعرفي خطورة الموضوع. قلت له أنا ما بعرفه بس أنت بتعرف وين بدك تروح وتتركنا. قال لا ما بطول وبرجع. قلت له بكرة أنت مناوب يعني يومين ما رح شوفك؟ قال لا بكرة بدي أرجع بدي نام بالضيعة. فرجع ونام بالضيعة. بس نام بعد ما انضبنا قوافل هالشهداء استشهد. جيت رصاصة بإجره شريان الحياة.
فات بعد ما جاب 2 مطلوبين. سمع صوت جوا، ما رضي إلا إنه يجيبهم كلهم. قالوا له رفعته إنه منفوت منساعدك فوت. فاتوا ما حدا فات برا. صار إطلاق نار كتير، حتى أهالي برج السلام نفسهم صاروا يطلقوا النار هنيك. فصاوب بإجره وقت اللي فاتوا جابوه. طبعا ما دورية الأمن السياسي اللي فاتت جابته، دورية القصر اللي بعت الرئيس كان موجود بقصر الشبكية. سمع إطلاق النار فبعت الدورية لهنيك. فاتوا جابوه، كان مصفى دمه وفي قدامه 2 كمان إنه قاتلهم. كان مسدسه جنبه بس فاقد الوعي. كان وصل على المشفى صفى دمه وما لحق، ارتقى والحمد لله رب العالمين، طلع أكرم من في الدنيا هو، لأنه ضحى بدمه وبروحه وترك أولاده ومرته وراح ليجيب هالمجرمين بكلام. هذا الجيش العربي السوري حامي الأرض ودرع وسوري، من الصخر جباهن لرجال عز النجم وما بينطال. هذا الجيش العربي السوري، هذا الجيش العربي السوري، هذا الجيش العربي السوري حامي الأرض ودرع وسوري، من الصخر جباهن لرجال عز النجم وما بينطال. هذا الجيش العربي السوري، هذا الجيش العربي السوري. رجال ما بتهاب الموت ولا غاصب على الأرض يفوت، جنودك سوريا الشجعان لما يحكوا الكل سكوت. رجال ما بتهاب الموت ولا غاصب على الأرض يفوت، جنودك سوريا الشجعان لما يحكوا الكل سكوت. هذا الجيش العربي السوري، هذا الجيش العربي السوري. عدا بارود ونار ولحدود الوطن زنار، سقيناها بدم الشهداء تايب أب سوريا الغار. عدا بارود ونار ولحدود الوطن زنار، سقيناها بدم الشهداء تايب أب سوريا الغار. هذا الجيش العربي السوري، هذا الجيش العربي السوري. الرجل الوحيد في حياتي خوفني هو يعني. ما حدا بيصدق أن الأب يخاف بالوقت اللي عمار بعمره ما رفع عيونه قدامه، ولا كفيت كلامي وما كان كلامي نافذ قبل استشهاده بعشرة أيام بعد أن يحضر البرد. وأنا ممنوع لي آسف بيتي تربيتي لأولادي، عمري ما سألت لواحد منهم بكلمة سوء تزعجه، لكن أنا جدي بكل أمر يخصني بخص أولادي وبيتي. قاعد أنا وياك قبل بعشرة أيام من استشهاد. هاي الكلمة اللي قال لي بابا شو بدي أوصيك بكمان. كأنه بيعرف إنه راح يتركه لكمال ويمشي. قلت له عمار، قال لا لا بابا أنا ما أحكيها من باب المجامل يعني. قلت له كمال بعيني، وفعلاً راح يضل كمال بعيوني لأنه هذا عمار الصغير. أكيد دمه ما راح يحضر، دمه غزة دمه بحاجة له قلب كتير كبير والله. فمشان يقوى هالقلب من جديد ويرجع يوقف، فدم عمار دم عمار هو اللي غزة على قلبي.
الله يرحم الشهداء. ما يتخلوا عنه أبدا، لأنه إذا تخلوا عنه تخلوا عن حاله. هاي مسألة مشهورة صح راح أمال، بس إينا نحن كرمال هذا المال الشعبي بنا في ناس على الماضي الأحبوب على في مستقبل هو المال صحيح نحن بيهم مثل ما بيهم. والشي اللي طالب فيه إنه طول لهم شعراته، فالتزمت بهالوصية هاي، طولت لهم شعراتهم مثل ما بيحبوا هو، وتعودوا انه لما بدهم يحكوا امهم بيطلعوا بالسما بيحكوا لهم، حتى لما بيتخانقوا مع بعض بيشتكوا للصوره انه قتلتني علمتلي ساوتلي هيك، فما لهم محرومين الا من شوفه الشكل. انا معودتهم يحاكوا دائما اي موقف بصير معهم فجيه على الصوره. فبيقولوا لي كل فتره بده يجي بابا، بده بتقول له كبست كبر انت بدك تصير تاخذنا بالسياره مشوار في مكان ياخذنا، بدك تاخذنا على البحر في مكان ياخذنا. فبيقول لي مين بدو يعمل السياره؟ ما بعرف انا السياره. بقول له جبتك لما بيشتاق لابوه على الصوره. كان توجيهات لاخواته وكل راح بسبب هالكلاب المسعورة. أنا هذا اللي بيعزيني، يعني أنا ما رح أفوز ولا برضى يكون يروح أفوز. أنا عندي أخوه الصغير 3 سنوات 3 شهور بالخدمة الاحتياطية بمدخل العتيبي، مدخل العتيبي اللي ما نام يوم ولا علق هو المسلح، كان له الفضل الكبير بقتل العشرات منهم، وأنا أفتخر كل الفخر فيه. وأصيب بالعتيبي ورفض أن ينزل على العلاج، تعالج في أرض المعركة وبقي باستمرارية حتى يوم من الأيام جاء أمر بالانسحاب من الموقع اللي هو فيه. رفض قطعي، وبعد رفضه جاء سناء له الأمر هذا، لأنه لو انسحب من الموقع اللي هو فيه مع رفقاته كان في خطر كبير على مطار دمشق الدولي، لكن سباتهم وتحاصروا 8 أيام، بقي الحصار عليهم 8 أيام وما سلم، وكانوا من الرجال البواسل اللي قدموا كل ما باستطاعتهم عشان ما تسقط يسقط الموقع اللي هم فيه يعني. والحمد لله اجت التعزيزات واجت المساعدة وتمكنوا من البقاء في الموقع. اخو الثاني لا يقل شأن عنه، كان قبل بلاء حسن هون بالمحافظة. الحمد لله رب العالمين. على درج السلام وقت طلع البابا هو
رح يصير شيء هالأيام أبدا. كل مرة رح ضل حامل اسمك. الله يرحمك. الشهيد فخر، يجب على كل أب شهيد أن لا ينحني إلا للاستشهاد فقط وليس للفخر، وهي قناعة مطلقة وثبت. كل الناس شهدت لي فيها، يعني أنا زلمي مؤمن بالله وبقضاء الله وما